جولة أخبارية جديدة من أونلاين. مشاهدي الكرام أهلا بكم. أعلنت مصر والسعودية والإمارات والبحرين تقديرها لوساطة أمير الكويت وجهوده المشكورة في إعادة السلطة القطرية لجادة الصواب. كما أعربت الدول الأربع في بيان لها عن ترحيبها بما أعلنه أمير الكويت عن موافقة قطر لمناقشة المطالب 13، مؤكدة أن الحوار بمناقشة المطالب يجب ألا يسبقه أي شروط. كما أعربت الدول عن أسفها لما قاله أمير الكويت عن نجاح الوساطة بوقف التدخل العسكري، مشددة على أن الخيار العسكري لم ولن يكون مطروحا بأي حال، مشيرة إلى أن الخلاف مع قطر ليس خلافا خليجيا فحسب، ولكنه مع عديد من الدول العربية والإسلامية التي أعلنت موقفها من التدخلات القطرية ودعمها للإرهاب، ودول أخرى كثيرة في العالم أجمع. كما أكدت الدول الأربع أن تصريحات وزير الخارجية القطري بعد تصريح أمير الكويت وتأكيد رفض الدوحة للحوار إلا برفع إجراءات المقاطعة يؤكد عدم جدية قطر في الحوار ومكافحة وتمويل الإرهاب والتدخل في الشأن الداخلي للدول. هذا وتؤكد الدول الأربع تثمينها موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تأكيده الحازم على أن السبيل الوحيد لحل الأزمة هو ضرورة وقف دعم وتمويل الإرهاب وعدم رغبة في حل الأزمة ما لم يتحقق ذلك. أكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية أن دولة الكويت قد تابعت باهتمام البيان الذي صدر عن الدول الأربع حول الخلاف بين الأشقاء في المنطقة، فإنها تعرب عن تقديرها لما ورد في البيان والذي يعكس حرص الأشقاء على وضع حد لذلك الخلاف وما عبروا عنه من تقدير لما تقوم به الكويت من جهود في هذا الصدد. كما أكد المصدر أن ما تحقق لجهود دولة الكويت من نجاح في التهدئة وعدم التصعيد بكل ما ينطوي عليه من مخاطر جاء نتيجة لتفهم الأشقاء لخطورة استمرار ذلك الخلاف وانعكاساته المهددة للأمن والاستقرار في المنطقة. كما أكدت الخارجية أن دولة الكويت ستواصل مساعيها الخيرة لرأب الصدع يحدوها الأمل والتفاؤل بالوصول إلى نهاية سريعة لذلك الخلاف المؤسف. أعرب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور جرجاش عن تقدير الجهود المبذولة من قبل دولة الكويت لإنهاء أزمة قطر، وأوضح أن التخبط أصبح بمثابة السمة الملازمة لسياسات الدوحة في التعامل مع التطورات. وأضاف جرجاش على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر إن المطالب 13 هي الركيزة الأساسية لحل الأزمة. كما أشار إلى تأكيد الدول الداعية لمكافحة الإرهاب منذ اليوم الأول للأزمة على أن حلها دبلوماسي وأن حركتها تأتي في إطار حقوقه السيادية. كما أكد جرجاش أن فزع الدوحة وهشاشتها هو من روج لفكرة الخيار العسكري. هذا وكان أمير الكويت الشيخ الصباح الأحمد الجابر الصباح قال إن قطر مستعدة لتنفيذ الشروط التي طالب بها الدول العربية والجلوس على مائدة المفاوضات. وخلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأمريكي ترامب في البيت الأبيض أشاد الصباح بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في المفاوضات الجارية من أجل حل الأزمة القطرية. قطر مستعدة إلى أن تلبي كل المطالب التي وضع المطالب 13 التي قدمت وتجلس على طاولة للتحدث معنا جميعا فيما يتعلق في الخلافات ما بين الأطراف الخليجية. هذا كما أكد أمير الكويت أن بلاده أكثر الدول التي تتعرض للتشويه من قبل الإعلام القطري، الأمر الذي أدى إلى إشاعة أجواء غير صحية بسبب الرسائل الإعلامية التشويهية. وأضاف أن الكويت تأذت كثيرا من الإعلام القطري. غير صحية واطية في الإعلام،
الإعلام سواء كان المرئي أو المسموع. لكن مع كل هذا نحن أكثر الناس تعرضنا لهذا الموضوع من أخواننا في قطر. لكن عندما تعرضنا ذلك قبل أن يكون هذه القضية اجتمعنا مع أخواننا في قطر وأنهينا الموضوع. ومن جانبه يبدو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده للتوسط في حل الأزمة القطرية، كما أوضح أن أزمة قطر تنبع من تمويل واسع النطاق للإرهاب من جانب دول بعينها. إذا تسنت لي المساعدة في التوسط لحل الأزمة القطرية فإنني سأكون مستعدا لفعل ذلك، وأعتقد أنه سيكون لديكم اتفاق على نحو سريع للغاية. نؤيد دور الوساطة الكويتية في الأزمة القطرية، كذلك ندعم جهود مصر ودول مجلس التعاون الخليجي في دعم الاستقرار بالمنطقة. مشاهدي الكرام، للمزيد معنا عبر الهاتف من البحرين أستاذ محمد أبو العينين المحلل السياسي. أستاذ محمد، ربما البيان الذي صدر عن الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب يحمل مؤشرا جديدا، خاصة في ظل تراجع أو انحسار دور الوسيط الكويتي في هذا الموضوع. ما هو أو ما هي قراءتكم للموقف حاليا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية حبيت أشكر شبكة أون تي في على هذه الاستضافة. أما بالنسبة للدور الكويتي فدعني أختلف معك جزئيا عن انحسار الدور. يعني نثمن بشدة الجهود التي قامت بها دولة الكويت وجهود صاحب السمو أمير دولة الكويت للم الشمل العربي. ولو أخذنا ما جاء في تصريح سمو أمير الكويت في المؤتمر الصحفي مع الرئيس الأمريكي عندما قال إن الدوحة وافقت على الشروط 13، وفي جزئية أخرى من أو حينما سئل قال إن الكويت ضامنة لهذا الاتفاق، وكذلك قال إن الكويت سوف تضغط. ولكن سيد البوعنين أيضا هناك شرط وضعته قطر أشار إليه أمير الكويت بأن ترفع الإجراءات إجراءات المقاطعة أولا، ونحن سوف نبقى أولا ضامن، وأن دولة الكويت سوف تبقى على قطر، حددها سوف تبقى على من على قطر، لم يقل الدول الأخرى الداعمة لمكافحة الإرهاب سوف نبقى على قطر لقبول هذه الشروط. لكن مع الأسف الشديد وأنا متأكد من سمو أمير الكويت قد أتته رسائل أو سميها ما تسميها بأن قطر موافقة، لديها موافقة على قبول هذه الشروط، ولكن ما أتى على لسان وزير خارجية قطر عندما قال بعد كما أسماه هو وقف الحصار ومن ثم الجلوس إلى طاولة المفاوضات، أي يريد أن ترجع إلى المربع رقم ليس واحد رقم صفر ما قبل الأزمة. إذن إن وكذلك ما جاء في بيان الدول الأربع، أولا إن الدول الأربع قد أكدت في بيانها بأن الأزمة الموجودة ليست أزمة خليجية فقط بين دول مجلس التعاون فقط، بل هناك جزء منها ثلاث دول من دول مجلس التعاون إضافة إلى دول عربية أخرى منها مصر ودول أخرى ليبيا ورأينا. هذا جاء في البيان بالفعل، هكذا جاء أن الأزمة أكبر من أن تسمى أزمة خليجية. إضافة إلى الثلاث الدول ما جاء على لسان صاحب السمو أمير الكويت بأن الكويت قد تعزت كثيرا من قطر، فإذا الكويت هي أحدى الدول المتعدية، ليست الدول الثلاث الخليجية إذا قلنا خليجيا، إنها أكثر من ثلاث دول خليجية المتعدية من سياسة قطر أو من إعلام قطر، فلنسميه ما نسميه. سيد أبو العينين، اسمح لي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار إلى استعداده للتوسط في حل الأزمة القطرية، ما نوع التوسط الذي يقصده ترامب من وجهة نظركم؟
لا أقول من وجهة نظره بل من وجهة نظره هو فقد ذكرها صريحة جدا، فقد جاء أجاب بصراحة كل ما يهم ترامب نعم. الدول الممولة للإرهاب، قال إن هناك دول لم يسميها دول تمول الإرهاب، فإنه يريد أن يقطع التمويل عن العناصر الإرهابية. فهذا هم أمريكي إضافة إلى أنه هو هم عربي، فكلامه واضح. فإذن هل تتوقع أن يمارس الرئيس الأمريكي ضغوطا على الدوحة خاصة في ظل مصالح اقتصادية وغيرها وعسكرية أيضا؟ طبعا سوف تكون هناك ضغوط، ولكن ما أتمنى أن تتم ممارسة الضغوط من قبل الوسيط الذي ارتضاه الجميع ألا وهو دولة الكويت. نعم، شكرا جزيلا سيد محمد أبو العينين محلل سياسي كان معنا من البحرين. سجل قطر تنظيم الحمدين في دعم الإرهاب بالمنطقة أو سجله حافل، فدائما ما استخدمتها الدول الكبرى كبديل لتنفيذ المشروعات التخريبية بمنطقة الشرق الأوسط، ليبيا واليمن وسوريا ستظل شاهدة على ما دنسته الدوحة بها من دعم لجماعات إرهابية بعد في إسقاط تلك الدول وتنفيذ أجندة سياسية مطالبة بها. أصابع الاتهام دائما ما أشارت إليها في تخريب المنطقة، ولكن إمارة قطر كانت دوبليرا لمشروعات الدول الكبرى، فإمارة الإرهاب أججت الصراعات لإشعال نار فتنة ليبيا واليمن وسوريا. التدخل القطري في ليبيا كان جليا منذ أول يوم لثورة فبراير بتقديمها الدعم المالي والسلاح لأمراء الجماعات المتطرفة، أما عن التدخل العسكري للناتو فكان تنظيم الحمدين أشد الداعمين له، بل كان عضوا فاعلا فيه بإدارة المعركة من الناحية الاستراتيجية ومشاركة عدد من الجنود القطريين بالقتال. بارك الله فيكم يا أخوتي في قطر، هذه آخرتها؟ هذا الماء والملح اللي بيننا وبينكم؟ هذا الدم والأخوة اللي بيننا وبينكم؟ زوروا في كل شيء علينا؟ بدل ما تكونوا معانا تكونوا ضدنا؟ لمصلحة من؟ بالله لمصلحة من؟ أما دور قطر المشبوه في اليمن فحدث ولا حرج، حيث كانت الإمارة بديل إيران التي لها اليد الطولى في اليمن بحسب خبراء من خلال تواجد الحوثيين غير الشرعي هناك، فضلا عن تعاون قطر في الظاهر مع التحالف العربي باليمن، وفي الباطن تقوم بخلق الأزمات من خلال دعم ميليشيا الحوثي بطريقة سرية واحتضان قيادات الجماعات الإرهابية لتنفيذ أجندة الدوحة السياسية. سوريا طالها أيضا الغدر القطري، فتنظيم الحمدين دعم الميليشيات المسلحة وكان على رأسها جبهة فتح الشام، جبهة النصرة سابقا، بما يقارب 130 مليون دولار أمريكي في الفترة من 2013 وحتى 2016. وهي جبهة النصرة التي دخلت الجزيرة واحدة من مناطق عملياتها ضد قوات النظام السوري. أما الذراع الإعلامي للدوحة فكان حاضرا أثناء تدريبات جبهة النصرة يوما بعد يوم، تثبت إمارة الإرهاب حرصها على تأدية دورها في طعن العرب بدعمها التطرف بالمنطقة لتنفيذ مشروعات تخريبية وإشعال الصراع. قال المهندس طارق قبيل وزير التجارة والصناعة أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين تكتسب أهمية كبرى، حيث أكدت على أهمية العلاقات بين مصر والصين، وأشار إلى أن نتائج الإصلاح الاقتصادي في مصر قد تمهد لانضمام مصر لتجمع بريكس. وطبعا زيارة السيد الرئيس للصين أعتقد أنها مهمة، دي رابع زيارة لي والتاني دعوة من الرئيس الصيني فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطبعا تم دعوته في الجي 20 أو الدول العشرين وفي البريكس، وطبعا الدعوتين لهم مغزى بقوة العلاقات المصرية الصينية، وخاصة في البريكس أهمية الإصلاح الاقتصادي والنتائج اللي مصر حققتها في خلال الفترة دي، واللي دي ممكن تكون تمهيد لانضمام مصر في البريكس على
المستوى المتوسط. الحقيقة الزيارة كانت ناجحة جدا، وتم عقد لقاءات ثنائية من فخامة الرئيس مع رؤساء دول الصين وروسيا والهند وجنوب أفريقيا. وأوضح قبيل أن مصر خلال معرض الصين والدول العربية كان لها أكبر مساحة باعتبارها ضيف شرف المعرض، كما كان لها محاضرات خاصة بجذب الاستثمارات الأجنبية حيث تمت دعوة جميع الشركات الصينية لها. السنة دي كانت ضيفة شرف، لها أكبر مساحة ولها سيشنز أو محاضرات معينة كانت خاصة بجذب الاستثمارات الأجنبية، وتم دعوة كل الشركات الصينية فيها. وكان لي الشرف أن أنا يمكن ألقي 5 محاضرات عن مواضيع مختلفة، عن مناخ الاستثمار وعن إيه اللي احنا بنعمله، عن الإصلاح الاقتصادي وعن صناعة السيارات وعن صناعة الغاز والنسيج. وأضاف قابيل أن الدولة تعمل على تنشيط الاستثمار من خلال إصدار العديد من التشريعات التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين. أصدرنا تشريعات عديدة من شأنها تحسين مناخ الاستثمار، منها قانون التراخيص، منها سجل المستوردين، منها قانون الاستثمار، وطلعت اللائحة التنفيذية بتاعته. فده الوقت اللي هم بيبتدوا يفكروا فيه وبياخدوا قرارات، والهدف بتاعهم ان هم يلتقوا مع الوزراء المصريين، ان هم بياخدوا الرسالة مباشرة منهم، بيقدروا يسألوا الأسئلة، بيقدروا يتفهموا ايه الوضع اللي هناك. بعد كده بيقيموا هذا الموقف من ناحيتهم ومن دراسات الجدوى، وبعد كده بيبتدي يتاخد قرار الاستثمار. الاستثمار المباشر اللي بيحصل دلوقتي ده يمكن نتيجة زيارات قديمة من السنة اللي فاتت واجتماعات مختلفة، بيبتدي يبان تأثيرها يمكن بعد سنة. على صعيد آخر، أعلن وزير التجارة والصناعة طارق قابيل تقديم بنك التنمية الصيني تسهيلات ائتمانية كبيرة لتمويل إنشاء مشروعات إنتاجية باستثمارات صينية في مصر. أكد الوزير خلال الاجتماع الذي عقده بالعاصمة الصينية بكين مع المدير الإقليمي لبنك التنمية الصيني في منطقتي إفريقيا وأمريكا بيان تشيالونغ أن توفير هذا التمويل سيسهم في جذب وتشجيع عدد كبير من الشركات الصينية للاستثمار في مصر، خاصة في المشروعات التي يحتاجها السوق المصري. ومن جانبه أكد شيالونغ أن السوق المصري يمثل أحد أهم الأسواق المحورية في منطقة الشرق الأوسط، كما أنه بوابة الدخول إلى القارة الإفريقية، وهو الأمر الذي يلقى اهتماما من مجتمع الأعمال الصيني. يتوجه الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس المنطقة الاقتصادية للقناة بعد غد إلى ألمانيا. وأقل الفريق مميش خلال لقاء أمس مجلس مدير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن هذه الزيارة تأتي في إطار ما تم الاتفاق عليه مع الجانب الألماني خلال المنتدى الاقتصادي المصري الألماني الذي عقد في برلين في يونيو الماضي. وأشار إلى أنه سيتم عرض آخر التطورات والأعمال المقامة بالمنطقة على رجل الأعمال أو على رجال الأعمال الألمان، بجانب عرض الفرص والحوافز الاستثمارية التي تتمتع بها المنطقة، لافتا إلى جولة لوفد المنطقة الاقتصادية في أهم المدن الألمانية مثل برلين وفرانكفورت وهامبورغ وميونخ. توصل شركة مصر للطيران اليوم مجسرها الجوي لعودة الحجاج من مطار المدينة المنورة. وكانت الشركة قد أعلنت تسيير 22 رحلة جوية لنقل الحجاج من الأراضي المقدسة إلى مطار القاهرة الدولي في مرحلة عودة الحجاج، والتي تنتهي يوم 22 من سبتمبر من جدة و25 من سبتمبر في المدينة المنورة. على صعيد آخر، ارتفع إجمالي حالات الوفاة بين الحجاج المصريين بالأراضي السعودية المقدسة إلى 70 حالة وفق ما أعلنته وزارة الصحة. وأشار رئيس بعثة الحج الطبية الدكتور أحمد الأنصاري أن الغرفة تقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة فور تلقي غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغات الوفاة.
استقبل مطار القاهرة الدولي للحجاج الفلسطينيين من قطاع غزة قادمين من الأراضي المقدسة بعد أدائهم لفريضة الحج لهذا العام. وبدوره قال السفير الفلسطيني بالقاهرة جمال الشبكي إنه لا توجد أي معوقات تواجه الحجاج الفلسطينيين في مطار القاهرة، وأشار إلى أن سلطات مطار القاهرة خصصت صالة خاصة لاستقبال الحجاج. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. من أرض الله الحرام إلى كنف أرض الكنانة أعاد الحجاج الفلسطينيون في أمان لتستقبلهم مصر بترحاب وتقدم لهم التسهيلات كافة. ففتحت سلطات مطار القاهرة صالة مزودة بأحدث الخدمات لاستقبالهم وتيسير إجراءات عبورهم. الحمد لله الإجراءات كانت كويسة وكانت الأمور سريعة وبفضل الله الحمد لله تمت الأمور، وكل الشكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي وكل الشكر وتقدير للملك سلمان على الحفاوة والاستقبال. وفي أولى الرحلات التي تقل الحجاج الفلسطينيين والمقرر أن تستمر حتى الأربعاء القادم، بلغ عدد الحجاج القادمين إلى مطار القاهرة 500 حاج كدفعة أولى، في وقت فتحت السلطات المصرية معبر رفح البري استثنائيا 5 أيام لعبور الحجاج. والله الرحلة كانت ممتازة وانبسطنا كثير على أساس أنه الرئيس السيسي فتح لنا المعبر للمكرمة خاصة يعني يوم لحالنا وقدم لنا تسهيلات كثير الحمد لله، وإن شاء الله بنرجع بالسلامة وربنا ما يحرمنا من الناس الحلوين والناس الطيبين اللي قلبهم كبير، الشعب المصري اللي عارفين بأصالته وبعراقته، والكل بنزر للشعب المصري انه قلب الأمة العربية كلها وقلب الأمة الإسلامية، ودائما احنا بنعرف انه الشعب المصري قديش بحس فينا وبشعر فينا، دمنا واحد وفيش بيننا حدود ولا سدود. السفير الفلسطيني جمال الشبكي بدوره اكد ان الحجاج الفلسطينيين لم يواجهوا اي عوائق لدى وصولهم للمطار، مشيدا بالرعاية والعناية الكاملة التي قدمتها لهم مصر. كل الأمور كانت ميسرة ونحن نشكر إدارة مطار القاهرة، السلطات الأمنية، المستوى السياسي المصري على هذه التسهيلات التي قدمت للحجاج الفلسطينيين. في الأيام القادمة ابتداء من يوم الأحد سيصل بقية الحجاج البالغ عددهم 2800 من قطاع غزة، أيضا تباعا على مدار 4 أيام سيتم استقبالهم هنا في مطار القاهرة. تسهيلات غير مسبوقة أبدت مصر من خلالها الحرص على خدمة الحجاج الفلسطينيين القادمين من الأراضي المقدسة وتذليل جميع العقبات لنقلهم بشكل لائق إلى قطاع غزة. ومن مطار القاهرة معنا مراسل أونلايف الزميل عمر نور الدين. عمر، وأنت متواجد بمطار القاهرة على مدى ربما 3 أيام، ما هو الموقف؟ ما هي عدد الرحلات؟ ما هي المعوقات إن كان هناك؟ سيد، يعني عن امبارح لعل التقرير كان واضحا فيما خص الحجاج الفلسطينيين، وربما سعود في ختام حديثي عنها، ولكن ايضا انت كنت معي على الهواء البارحه في نفس هذا الوقت حينما كانت 16 رحله تستقبل نحو 3500 مصري وغير مصري يصلون عبر هذه الصاله، صاله الرحلات الموسميه المخصصه لاستقبال الحجيج القادمين من الأراضي المقدسة من جدة والمدينة. اليوم 25 رحلة ستسير، وصل منها رحلة أو رحلتان على الأقل لنقل ما يصل إلى 5400 حاج، نتحدث عن 2900 من المدينة وعدد آخر تكملة أو باقي 5400 من جدة. الإجراءات كما شاهدناها أيضا البارحة سلاسة ويسر، الأعداد الموجودة خلفي هي تنتظر، نعرف أن من لديه والد أو والدة أو أي من الأقرباء دائما يريد أن يصل مبكرا، وبالتالي هذه ليست قائمة انتظار لتعطل شيء ما أبدا، ولكن هو فقط طائراتهم، معظم من يجلس طائرات ذويهم لم تصل بعد، وبالتالي هم ينتظرون، ولهذا أصلا خصصت هذه المقاعد والكراسي. لعل الجانب الآخر على يساري وهو المقابل لباب الخروج هم عشرات، يعني لا يزيدون عن 30 إلى 40 فرد يقفون يعني ينتظرون من وصلت طائرتهم بالفعل، وبالتالي هذا هو حال المواطنين المنتظرين. السيارات التي تصطف في ساحة الانتظار، حركة العمل بسيطة
بسيطة داخلها، لا مشكلة، دائما هنالك أماكن شاغرة، لأن كما شرحنا في السابق عدد الطائرات التي تصل، فضلا عن أن هذه الصالة هي مخصصة فقط للحجيج، لكن ليس أكثر من رحلة أو رحلتين تصل في الوقت الواحد، ويراعى مسألة أن من يقوم بتخليص أوراق معينة، الطائرات يعني لا تدخل على نفس الخطوط، وبالتالي كل طائرة تأخذ نحو 30 دقيقة فما أقل إلى الخروج، وبالتالي لا تكدس ولا أي شيء، برغم أن نتحدث عن 5000 وهو ما زاد عن البارحة تقريبا بنحو نصف الساعة، لكن لن تلحظ أبدا إلى 9 مساء حيث آخر رحلة من 25 رحلة. أخيرا مسألة الانتظام، العمل هنا تظل حتى 25 من سبتمبر، اليوم هو أحد أيام الذروة التي تنتهي في 12 من سبتمبر، البارحة 16 رحلة، اليوم 25، تزيد أو تنقص، لكن لا نتحدث عن أقل من 15 رحلة في المتوسط يوميا إلى 12 من سبتمبر قبل أن تنتهي تماما العمليات في 25 من سبتمبر. سيد عمر نور الدين مراسل أونلاين من مطار القاهرة، نحن في انتظار رسائل أخرى بعد وصول طائرات الجسر الجوي لمصر للطيران. شكرا جزيلا. مشاهدي الكرام، نشرتنا ما زالت مستمرة وفيها بعد الفاصل. ميليشيات الحوثي المتمردة تقر بتجنيد لاجئين أفارقة للقتال في صفوفها كمرتزقة. نواصل جولة الأخبار مشاهدي الكرام، أهلا بكم. في بيان مصري فيتنامي مشترك حول زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فيتنام، عبر الرئيسان عن الرضا بما تحقق من تقدم في العلاقات الثنائية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ 54 عاما. وقد اتفق الرئيسان على تكثيف الزيارات المتبادلة على كل المستويات الحكومية والبرلمانية والشعبية والتجارية. كما شدد الرئيسان على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا من أجل صالح شعوب جميع الدول. في الوقت نفسه اتفق الجانبان على تدعيم أواصر التعاون في شتى المجالات. تحتفل محافظة الشرقية بعيدها القومي. لميا حمدين مراسلة أونلايف هناك وستوفينا بتفاصيل هذا الاحتفال. لميا تفضلي. مساء الخير عليك سيد وعلى كل مشاهدينا في كل مكان. بالفعل أتحدث إليكم الآن من مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، حيث قام بزيارتها اليوم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ومعه عدد كبير من قيادات الوزارة، يصحبهم اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، ومعه أيضا عدد من التنفيذيين بديوان عام المحافظة، ومعهم أيضا عدد من السادة النواب لافتتاح مسجد الأحمدي بقرية بهنباي مركز الزقازيق. هذا المسجد مساحته 500 متر مربع بتكلفة 2 مليون جنيه بجهود وزارة الأوقاف الذاتية. وهذا هذا المسجد واحد من 9 مساجد تم افتتاحهم اليوم، أيضا هناك 9 مساجد أخرى سيتم افتتاحهم خلال الشهر الجاري. عقب ذلك قام وزير الأوقاف بتسليم محافظ الشرقية عدد 130 مقعد خاص بالمدارس لتسليمهم لعدد مختلف من المدارس. أيضا قام بتسليم المحافظة عدد 3 أطنان لحوم تقديمها سيتم تقديمها عفوا للأسر الأكثر احتياجا وفقرا في محافظة الشرقية. أيضا عقب ذلك قام باجتماع وزير الأوقاف ومعه محافظ الشرقية باجتماع خاص بالأئمة ورجال الدعوة الإسلامية بديوان عام المحافظة، تم الحديث فيه عن تطوير الخطاب الديني وتجديد الخطاب الديني، وتحدث أيضا عن مسابقات ستكون للسادة الأئمة بالمساجد، وهناك دورات تدريبية في اللغات وفي الشريعة وفي القانون وفي التربية التنمية البشرية وغيرها. كل هذا للارتقاء برجل الدين وتجديد الخطاب الديني. بالنسبة لاحتفال محافظة الشرقية بعيدها القومي سيكون غدا إن شاء الله، وهذا بالتزامن مع عيد الفلاح. كلنا عارفين طبعا أن محافظة الشرقية هي محافظة من المحافظات الأولى في الزراعة، في القمح والقطن والذرة وغيرها من المنتجات، هي الأولى فيه. هيكون الاحتفال عبارة عن عروض فنية لفرقة
محمد عبد الوهاب للموسيقى العربية وفرقة الشرقية للفنون الشعبية. أيضا سيتم هناك افتتاح عدد من المشروعات الخدمية بمناسبة هذا الاحتفال، عدد من المدارس تصل إلى 46 مدرسة في المحافظة، عدد من الوحدات الصحية ومستشفى، وأيضا هناك محولات كهربية سيتم افتتاحها ومحطة خاصة بالمياه وهي مشتول السوق للمياه، تعمل بطاقة 69 ألف متر مكعب بتكلفة 320 مليون جنيه، تضم 4 محروقات للمياه و10 مرشحات، وستخدم 14 قرية بها 700 ألف نسمة. أيضا هناك توسيع لمحطة التجور للمياه لزيادة طاقتها الإنتاجية. لمياء حمدين مراسل أونلايف من الشرقية، نحن في انتظار لقاء آخر ربما يتم مع المحافظ. شكرا جزيلا. في الشؤون العربية، أجرى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح سلسلة من اللقاءات في أول أيام زيارته للعاصمة الكونغولية برازافيل للمشاركة في القمة الإفريقية المنعقدة بشأن الأزمة الليبية. وتطرقت تلك الاجتماعات إلى مستجدات الأزمة الليبية ودور الاتحاد الإفريقي في حلها. هذا وكان المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية قد تقدم باعتذار رسمي عن عدم حضور القمة التي كان من المقرر أن تتضمن لقاء برعاية لجنة الاتحاد الإفريقي الخاصة بليبيا، يحضره رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج والقائد العام خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الدولة عبد الرحمن السوحلي. شيعت صباح اليوم جثامين الجنود اللبنانيين الذين خطفهم تنظيم داعش الإرهابي في عام 2014 وعثر على رفاتهم بالقرب من الحدود السورية. وقد ترأس العماد ميشيل عون رئيس لبنان مراسم تكريم العسكريين، حيث جرت مراسم التكريم في باحة وزارة الدفاع الوطنية في اليرزا وبحضور كبار المسؤولين، كما حضر التكريم أهالي القتلى العسكريين. هذا وقد مع الرئيس اللبناني ميشيل عون العسكريين الذين قتلوا على يد عناصر داعش الإرهابي، وقال خلال مراسم تشييع جثامينهم إن هؤلاء الشهداء هم ضحايا الإرهاب طامحا في البلاد وأنهم سقطوا فداء للوطن. شهداءنا المسجات جثامينهم أمامنا اليوم وقفوا في العام 2014 على خطوط الدفاع عن لبنان ملتزمين الواجب والمسؤولية وقصب الشرف والتضحية والوفاء لجيشهم ووطنهم. واجهوا الخطر والتحديات بعزم وإيمان غير آبهين بما ظللت تلك المرحلة من غموض في مواقف المسؤولين سببت جراحا في جسم الوطن، فوقعوا في يد الجماعات الإرهابية الطامعة استباحة بلدنا كاملا، وسقطوا شهداء أعزاء كبار شرفاء وانضموا إلى سجل الخالدين فداء عن لبنان وجميع اللبنانيين. اعترفت ميليشيات الحوثي المتمردة بتجنيد لاجئين أفارقة للقتال في صفوفها كمرتزقة رغم إنكارها السابق للتقارير التي تؤكد ذلك. هذا وكانت وسائل إعلام تابعة للميليشيات الحوثي قد نشرت صورة أحد الصوماليين المرتزقة الذي قتل وهو يحارب في صفوفهم أول أيام عيد الأضحى على الحدود اليمنية السعودية. يذكر أن الجيش اليمني أعلن مرات عدة مقتل مرتزقة أفارقة وهم يقاتلون في صفوف ميليشيات الحوثي وأسر آخرين في معارك تحرير المخا وتعز. قتل نحو 40 مسلحا من تنظيم داعش في قصف روسي على مدينة دير الزور شرقية سوريا. وقالت وكالة الإعلام الروسية إن من بين القتلى 4 قياديين. يذكر أن القوات الروسية كانت قد دعمت الجيش السوري في فك الحصار الذي كان يفرضه داعش منذ سنوات على مدينة دير الزور. نينوى تقرأ، عنوان مهرجان القراءة الأول في الموصل الذي شارك فيه آلاف الطلاب بالإضافة إلى أساتذة الجامعات وأهالي الموصل بهدف محو أفكار داعش. المزيد في هذا التقرير. طبول الحرب توقفت فعادت نسائم الحضارة إلى بلاد الرافدين، فبعد شهرين على إعلان النصر في الموصل احتضنت المدينة مهرجان القراءة الأول. تحضيرات متواصلة استطاع المنظمون من خلالها تنفيذ المشروع الذي لاقى حضورا واسعا وترحيبا من شخصيات أكاديمية عدة سارعت إلى التبرع بالكتب لتقديمها إلى المهرجان ضمن إطار حملة نينوى تقرأ. وشباب الموصل كانت إجابتهم سريعة،
وإصرارهم على إقامة هذا المهرجان اللي امتدت الاستعدادات له منذ شهرين. وبحسب منظم المهرجان فإن هذه الفاعلية سيتم عقدها سنويا بهدف نشر التوعية الثقافية التي كان لغيابها دور كبير في سقوط مدينة الموصل بيد إرهاب داعش. داعش لم تأتي لو كان هناك وعي ثقافي. مشكلة الحكومة المحلية، مشكلة الساسة في العراق، هو تحييد الثقافة وإبعاد المثقف عن الواجهة، ما أدى هذا الأمر إلى انتشار الجهل. الأفكار المنحرفة بالأساس هي تبحث عن أضعف نقطة في المجتمع للولوج إليه، للتسلل إلى هذا المجتمع، والجهل هو أضعف نقطة في المجتمع. المهرجان تخلله أيضا عرض مجموعة من الأعمال والمنتجات اليدوية يعود ريعها للأطفال المصابين بالسرطان والتوحد. فإن هذه عبارة عن تظاهرة حية، إن دلت على شيء إنما تدل على الروحية الموصلية العلمية والثقافية، وتأتي على أعقاب وأنقاض الزلزال الذي حدث في الموصل، وهذا يعني أن هنالك عقلية موصلية حية يمكن أن تبعث وبسرعة تفوق التصور. كسر شوكة الإرهاب لم يكن في العراق مجرد شعار يرتكز على المواجهة العسكرية، فبعد عودة الموصل إلى الوطن جاءت حملة نينوى وتقرأ للتأكيد على انتصار الفكر التنويري الرافض للعنف على دعوات التكفير ورفع السلاح. مشاهدينا الكرام، نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. في تصعيد للأزمة في فنزويلا، مادورو يتهم رئيس البرلمان المعارض بالخيانة. عودة إلى نشرتنا الإخبارية من أون لايف، أهلا بكم. اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اتهم رئيس البرلمان جوليو بورغيس بالخيانة بعد قيامه بجولة للحصول على دعم دولي ضد كاراكاس. ومن جهة أخرى أكد مادورو أن حكام الولايات الذين سيتم انتخابهم في الانتخابات المحلية في أكتوبر يجب أن يمتثلوا للجمعية التأسيسية أو تتم إقالتهم. رفضت محكمة استئناف أمريكية مساء من إدارة الرئيس دونالد ترامب لفرض حظر مؤقت على دخول أغلب اللاجئين للبلاد. وقضت المحكمة بأن من تربطهم صلات بوكالات إعادة التوطين يجب استثناؤهم من الأمر التنفيذي لحظر دخول اللاجئين. كما قضت هيئة المحكمة باستثناء الأقارب من الدرجة الأولى والثانية من قرار ترامب الذي يمنع دخول المسافرين من 6 دول تقطنها أغلبية مسلمة. وجهت السلطات الأمريكية إلى 9 أشخاص بينهم 8 أتراك أحدهم وزير أسبق للاقتصاد تهمة القيام بصفقات بمئات الملايين من الدولارات لحساب إيران ومنظمات إيرانية. هذا وقد أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن المتهمين انتهكوا الحظر المفروض على إيران عند قيامهم بهذه الصفقات. وفي سياق آخر، قالت الإدارة الأمريكية لأمن النقل أنها أصدرت توجيهات أمنية جديدة تشترط تعزيز فحص الشحنات القادمة من تركيا، مشيرة إلى أن ذلك التغيير يستهدف التصدي بصورة كافية للتهديدات الناشئة للشحنات وزيادة الحد الأدنى لأمن الطيران العالمي. كما أكدت الإدارة الأمريكية أن التوجيهات الجديدة تلزم باتخاذ إجراءات طوعية تتبعها تركيا بالفعل، وستضمن فحص الشحنات المنقولة جوا إلى الولايات المتحدة وتأمينها وفقا لبرنامج الفحص المسبق للشحن الجوي. أعلنت السلطات المكسيكية وقوع موجات مد بحرية تسونامي إثر الزلزال العنيف الذي ضرب سواحل جنوبية البلاد. وكان زلزال قد وقع في وقت سابق، قالت هيئة المسح الجيولوجية إن قوته بلغت 8 درجات بمقياس ريختر مما يجعله قويا جدا. قالت الحكومة في حصيلة أولية إن 5 أشخاص قتلوا جراء الزلزال. أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها حيال الأزمة في بورما. وقد حضت الخارجية الأمريكية السلطات في بورما على السماح بدخول المساعدات الإنسانية لإقليم راخين وسط تقارير عن تجدد العنف ضد أقلية الروهينجا المسلمة. كما دعت الخارجية الأمريكية بورما لتيسير الوصول الفوري للمتضررين والذين هم بحاجة لمساعدة إنسانية عاجلة.
أحيا البابا فرانسيس قداسا أمام عشرات الألاف في كولومبيا التي حضها على صفحة نزاع دام استمر نصف قرن، أو نزاع دام استمر نصف قرن. وخلال زيارتي التي تستمر 5 أيام سيلتقي البابا فرانسيس مع عائلات ضحايا العنف وسيصلي معهم من أجل المصالحة. وكان البابا قد التقى في وقت سابق الرئيس خوان مانويل سانتوس الذي تمنى اتفاق سلام مثيرا للجدل مع القوات المسلحة الثورية الكولومبية فارك ووقف إطلاق النار مع ميليشيات أخرى. دشن البابا تودروس الثاني صباح اليوم كنيسة الشهيد مارمينا والشهيدة مارينا بهالام في مدينة ملبورن الأسترالية. صاح البابا لدى وصول الستارة عن اللوحة التذكارية الخاصة بالكنيسة، ثم بدأت صلوات التدشين. وقد شهدت الصلوات حضور بعض ممثلي الطوائف المسيحية بملبورن. صدق الفريق أول صدقي صبح القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على تقديم الخدمات التجنيدية للمصريين في الخارج عبر منفذ مخصص لهم بنظام الشباك الواحد داخل إدارة التجنيد والتعبئة، وذلك في إطار التواصل مع المصريين في الخارج. صدق الفريق أول صدقي صبح القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على تقديم الخدمات التجنيدية للمصريين في الخارج عبر منفذ مخصص لهم بنظام الشباك الواحد داخل إدارة التجنيد والتعبئة، وذلك في إطار التواصل مع المصريين في الخارج واستجابة لطلب وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج. وشاركت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج في افتتاح المكتب بحضور رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة ومدير إدارة التجنيد والتعبئة، وقدمت الشكر للقائد العام للقوات المسلحة على كل الدعم والتيسيرات المقدمة للمصريين في الخارج. أنا سعيدة أولا بوجودي النهاردة في الإدارة العامة للتجنيد، بشكر القائد العام معالي وزير الدفاع الفريق صدقي صبحي على الاستجابة السريعة لعمل شباك للمصريين في الخارج داخل إدارة التجنيد. الحقيقة حاجة جميلة جدا، وأنا متأكدة أنه هذا الشباك هيبقى ليه مردود إيجابي عالي جدا للمصريين في الخارج. كما ستقوم وزارة الهجرة بنشر دليل التجنيد للمصريين المقيمين في الخارج على مواقع صفحات الوزارة لتسهيل اطلاع المواطنين بالخارج عليها والاستفادة من التيسيرات والخدمات المخصصة لهم. توصل فريق بحثي بالجامعة اليابانية المصرية إلى طرق مبتكرة لتصنيع نانو فايبر الذي يستخدم في العديد من التطبيقات الطبية مثل صناعة الدواء والضمادات الجروح. المزيد في سياق التقرير التالي. يشهد العالم طفرة في صناعة الدواء من خلال تكنولوجيا النانو فايبر التي تستخدم في صناعة ضمادات الجروح وكمادة نشطة حاملة للدواء. هو عبارة عن غزل، عبارة عن خيوط غزلية. الفكرة في حجم النانو ان هي الخيوط دي بتكون في السمك او في القطر بتاع حجم النانو ما بين 150 ل 200 نانو او اقل، كمان بنقدر نوصلها لغاية 50 نانو متر. ويقوم حاليا فريق بحثي بالجامعة اليابانية المصرية بتصنيع النانو فايبر بطريقة العزل الكهربائي للوصول الى تطبيقات جديدة خاصة في مجال الالكترونيات. الميزة المتميزة بها المعمل هنا كمان ان انا اقدر اعمل نانو فايبر مختلف في الشكل ومختلف في الديامتر ومختلف في الميكانيكال سترينث اللي هي مختلف في الخواص الميكانيكية بتاعته، اللي هو الاستيسيتي عالية اللي هو المرونة العالية والضغط العالي والشد العالي، وفي نفس الوقت اقدر استخدمه في لارج سكيل. الفريق تمكن من انتاج النانو فايبر بطريقة موفرة في السعر وتعطي جودة عالية. احنا ممكن نستخدمه في الووند دريسنج، في اللي هي الأنسجة المعالجة للجروح، ان انا اقدر اعمل زي كده نسيج الفه حوالين الجرح يقدر يعمل لي هيلينج ويعمل لي اكسلريشن للتيشو ريجينريشن لمعدل نمو الأنسجة ويعالج لي الجروح اللي بتتكون في جسم الإنسان. فيما يجري الفريق عددا من الأبحاث على النانو فايبر المنتج داخل المعمل للوصول إلى أقصى استفادة من هذه التكنولوجيا لتعزيز إنتاجها في مصر. انتهى هذه الجولة الإخبارية، هناك تذكرة بأهم العناوين. الدول الداعية لمكافحة الإرهاب تؤكد أن قطر غير جادة في الحوار ومكافحة الإرهاب.
برجاش يؤكد أن التخبط سمة ملازمة لسياسات الدوحة، وأن هشاشة موقفها وراء ترويجها لأوهام الخيار العسكري. مصر للطيران تواصل الإسراء الجوي لعودة ضيوف الرحمن، وارتفاع الوفيات بين الحجاج إلى 70 حالة. مشاهدي الكرام، نلقاكم دائما على رأس الساعة.